السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، مزيانين، صحيحه، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم اخوتي غادي نقدم واحد الوصفه، ونتمنى هالطريقه هذه تعجبكم، وان شاء الله غادي ندوزو للتحضير ان شاء الله. يلا خليكم معايا، يلا ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول للناس اللي معايا مرحبا بكم، والناس الجداد حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه. يلا البنات خليكم معايا. المهم نبداو على بركه الله. عندي هنايا الخضره مقطعه. هاد الخضره هذه راه غادي نديرها في الفران تحمر، كتجي غزاله، ونتمنى تجربوها غادي تعجبكم. هاد الطريقه هذه زوينه وسهله وسريعه في نفس الوقت. عندي القرعه هنايا كورجيت، عندي مقطعه بحال هكا، يعني ممكن نقطعهمش تقطع غلاض غير بحال هكا. عندي فلفله حمراء وعندي فلفله صفراء، وعندي هنايا بنجال. انا درت جوج ديال البنجالات، نتوما على حسب الناس اللي عندكم شحال نتوما بيكم في الدار. هنايا درت تقريبا ثلاثه ديال الكورجيت مويان بحال هكا. المهم على الخضره انتم عارفين، باش ما ياخذش ليا باش ما يجيش الفيديو طويل، انا حاولت نختصر شويه. ها انتم كتعرفوا تقطعوا الخضره. هي عندنا هنايا، عندنا هنايا الشابلو خبز، هنايا حكيته، هذا انا شريته واجد. المهم انتم عندكم خبز سمحوا لي، الا عندكم انتم الخبز يعني فاش كيشات لكم كديروه في الفران غير شويه كيقصح وكتحكوه. عندي هنايا واحد البطاطا حتى هي مقطعه نفس الشكل. صافي هنايا هاد الشابلوغ هذا ديجا هنايا راه ليا فيها، نزيد له شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. هكا بلا ما نحتاج ندير كل حاجه بوحديتها، غادي ندير شد البزار وغادي نخلط. الطريقه هذه كيجي زوين حسن ما تبقاو تقليو. ها درت الملحه صافي. دابا غادي نجيب الطاوه. ماما انا درت هاد الطاوه هادي واش تقدني. ندير شويه الزيت البلديه، كندهنها بها مزيان. صافي نديرها في هاد الشابلو غادا. صافي نبقى نديرها بحال هكا. هاد الشابلو غادا هو اللي كيخليها ما تجيش كيطاكي عليها ديك الحرارة باش ما تخسرش دغيا، كتبقى كتجي مقرمله وكتجي واقفه. صافي وغادي ندهن هنايا شويه الزيت طاوه هكا. زيت الزيتون صافي. غادي نستف هنايا، غادي نبدا نستف الطاوه ديالي باش كيبان ليكم. على نفس الطريقه هذه عاود ندير ثاني هنايا بنجال. صافي
صافي ونضيف له زويته. نطحنها بالزيت. ما ديش عندنا الملحة، يعني ما نحتاجوش ندير الملحة. عاود نستو هنا. الطريقة كتجي غزالة وروعة، نتمنى تجربوها. صافي نبقى غادي على هاد الطريقة حتى نسالي كلشي. صافي ونديرها في الفران. كذلك الفلفلة. نبدأ نستو في الفلفلة ثاني. هاد الطريقة هادي راه كتجي ساهلة و كتجي زعما سريعة ملي غتبقاو عاد تقلي ولا كتاخدش الوقت. بقات لينا هنايا هاد الكورة هادي حتى هي نفس الطريقة. صافي ساليت لكم الطريقه. صافي كيجي على هذه الطريقه هذه. دابا غادي ندير شويه الزبيده من الفوق. صافي دابا غادي ندخلهم الفرن ان شاء الله. المهم النتيجه الاخيره نتمنى تعجبكم،
وتجربوه وتردوا عليا في الكومنتار. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، والى فيديو جاي ان شاء الله. المهم نتوما غادي ترافقوها باش داكشي اللي عندكم باش ما بغيتو. المهم انا رافقتها بهذا الدجاج بحال هكا، الستر ديال الدجاج. نتوما رافقوه باي حاجه عندكم. ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو.